السلام عليكم. الملف ده فيه مشكلة في إن أنا مش عارف أحط سيلينج. طيب لو أنا عايز أحط سيلينج لازم أكون فلوحة السيلينج، تمام؟ طيب خلينا نيجي هنا، دي ما فيهاش سيلينج ودي ما فيهاش سيلينج، بس دي مشكلة مختلفة. طيب أجي أحط سيلينج رافض. طيب قدامي حل من الاتنين، هو رافض إن هو يعمل سيلينج، إن أنا أقول له سكتش سيلينج وأبدأ أرسم أنا السيلينج مانيوال. بس في الحالة دي لازم أقفل الحاجات ديت على أساس لو غيرت الحوايط السيلينج يتغير معايا، تمام؟ وده حل ما فيهوش مشكله يعني، بس انا عايز ما دام في مشكله احلها. طيب حل المشكله دي بقى ايه؟ حل المشكله شايف في حاجات مش مقفوله، وانا عشان اقفل الحاجات ديت اقول له تي ار تريم، وفي حاجه هنا مش مقفوله برضو اقول له الاين بين ده ودوت بالشكل دوت، وبعد كده هقول له انا عايز اعمل سيلينج هيوافق. طيب تعالى هنا رافض ان هو يعمل سيلينج، طيب هقول له تي ار واقفل دي مع دي، اقول له اعمل سيلينج تاني رافض برضه. طيب تعالى نعرف سبب المشكله دي ايه، مشكله ظريفه شويه. اقول له انا عايز اعمل سيكشن واقول له جو تو فيو، الاقي ان الفلور الروف محطوط هنا غلط، تمام؟ فالمفروض ان هو يبقى فوق مثلا، لا هو كده كان بيحاول يعمل سيلينج وبعد كده مشكله في الادوار. فدلوقتي لما تيجي تعمل السيلينج او تيجي تعمل الروم مش هتلاقي مشكله خالص. خلينا نوقف السيلينج، هتلاقي في حاجة مش مقفولة. خلينا أقول له تريم، أقول له سيلينج، طيب هقول له تي ار بين الحتة دي والحتة دي والحتة دي والحتة دي، وبعد كده هقول له على السيلينج تلاقي السيلينج اتحط. يعني الفكره ان لو في اي غلط عندي في الموديل هو يرفض، فببدا اتاكد ان شغله مظبوط. لو ان شغله مظبوط مش هيجيب لي الرساله دي، يعني الحته دي ممكن تعملها كده وتعملها كده، تمام؟ دلوقتي بقى تيجي تعمل الروم، تيجي تعمل السبيس، تيجي تعمل الشغل، هتلاقي ان هو اتعمل مظبوط.